أعلنت وزارة الداخلية البدء في إجراء القرعة العلنية للمتقدمين لحج القرعة بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية تبدأ القرعة خلال الفترة من السبت الموافق الحادي عشر من شهر مارس الجاري وحتى يوم الأربعاء الموافق الخامس عشر من الشهر ذاته لبيك تتقدم وزارة الداخلية بخالص التهنئة لأبناء الشعب المصري بمناسبة اقتراب موسم الحج لعام 1444 هجرية 2023 ميلادية وتعلن عن البدء في اجراء القرعة العلنية للمتقدمين لحج القرعة بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية خلال الفترة من السبت الموافق الحادي عشر من مارس 2023 وحتى الأربعاء الموافق الخامس عشر من مارس الجاري. وفقا للجدول الزمني التالي السبت الحادي عشر من مارس بمحافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية وأسوان والشرقية الأحد الثاني عشر من مارس بمحافظات مطروح الأقصر الدقهلية دمياط القليوبية الفيوم الاثنين الثالث عشر من مارس بمحافظات البحيرة قنا الغربية بورسعيد الوادي الجديد المنيا الثلاثاء الرابع عشر من مارس بمحافظات كفر الشيخ المنوفية الإسماعيلية أسيوط بني سويف الأربعاء الخامس عشر من مارس بمحافظات جنوب سيناء السويس سوهاج شمال سيناء البحر الأحمر يمكن للمتقدمين حضور القرعة العلنية بنطاق مديريات الأمن أو الاستعلام عن نتائج القرعة من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج على موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية على الرقم التالي وكل عام وأنتم بخير.